كما قلت لكم الاخوان، دابا انتم كتشوفوا الحاله ديالنا. راه ديجا درنا واحد الفيديو وما حتى واحد ما توصل معانا من غير مول الخاتم الله يجازيه بخير. وجا عندنا واحد الشخص، وتواصل معانا وجا ووعدنا بشحال من حوايج. وعدنا بالعرس، توجنا وسميتو العائله فراسهم وكل شيء. قال لينا 3 ايام مورا العيد الصغير غندير لكم العرس. ودابا راه ما كاين والو الصراحه، ما كاين والو لحد الان، مازال ما كاين والو. باش حيت شحال من واحد دابا تيسولني تيقول لي راه درتو العرس، شديتو الفلوس، درتو شحال من حوايج، ولكن كما كتشوفوا دابا راه باقي ما شدينا والو. بغيت نوصل الميساج ديالي للمحسنين بلي مازال ما شديت والو، مازال كاريه ومازال محتاجه. درت الفيديو تقريبا في شهر 4، دار الفيديو وجا عندنا واحد الشخص قال لينا راه غيدار لكم العرس الاسطوري 3 ايام مورا رمضان. ولحد الان مازال ما كاين والو. وشافنا مول الخاتم الله يجازيه بخير، عطانا هديه ديالو الله يكثر خيره. يعني كيفاش كان التواصل ديالكم مع داك السيد؟ كان شي عيط لكم؟ كان شي يقول لكم راه غادي ندير لكم؟ كنتو كتهضروا معاه في التليفون؟ كنت نهضر معاه في التليفون يوميا، تنسولو الصراحه، تنقول له واش كاينه شي حاجه من داك الشيء. تيقول لي لا صبري، راه مازال ما كاين والو، مازال ما توصلوا معنا المحسنين وداك الشيء. صافي صبرت حتى لهذا الشهر صافي، وبغيت نخرج بالتصريح ديالي بلي ما شديت والو، مازال كاريه. سولته في اخر مطاف قال لي راه ما بقى لينا والو ليك ولينا. داروا شحال من تصور في الفيسبوك نشروا بان غيدار لينا العرس وغيتعاونوا معنا المحسنين، ولكن كما كتشوفوا دابا راه باقي ما كاين والو لحد الان. وجنا وفراس كل شيء، فراس عائلتي وكل شيء. ودابا مازال تيتواصل معايا عائلتي تيقولوا لي راه درتي وما خبيتي علينا وما باغيش تقولي لنا. تنقول لهم والله ما درت والو، راه مازال كما كان الحال، راه مازال. تحد معانا قال لنا كل واحد في راجلك غيجيب 10 طوابل من عائلته وانا 10، واللي فوق من 10 غيخلص. انتوما كما تتشوفوا ديجا درنا واحد الفيديو، عيطنا لشي ناس جاو لعندنا، داروا لنا فيديو، داروا لنا فيديو حزين حزين تاثر في القلب. المراه ديالي تتبكي فيه، الوالده تتبكي فيه، وواحد قالوا لنا هذاك الفيديو تلاح في اليوتيوب، فيديو تلاح في اليوتيوب. شافنا مول الخاتم الله يجازي بخير، عيط لينا، هدا لنا هديه الله يجازي بخير. وملي جينا قال لنا داك السيد اللي دار لنا فيديو، قال لنا من مور رمضان، من مور العيد 3 ايام انا ندير لكم العرس، ندير لكم العرس. وقال لنا جيبوا بحال دابا، انت جيب 10 في الطبله، انا نجيب 10 في الطبله، ومن فوق 10 يخلصوا. والمراه ديالي تجيب 10 في الطبله، من فوق 10 يخلصوا. وهضروا فنانين، داروا فيديوهات فنانين، منهم عادل ميلودي، منهم شاكيرا، داروا فيديوهات قالنا مرحبا بكم لعندنا، الحضروا نكونوا في عرسكم. وانايا على بالي هذاك الشيء يكون بصح، على بالي انايا موجد لهذاك الشيء، موجد لهذاك الشيء وعالم العائله. قلت لهم مرحبا بكم، من فوق 10 يخلص. قالوا لي تستاهل عبد السلام كل خير. وانتم تتشوفوا ما كاين والو، ما كاين لا عرس، ما كاين لا سكن، وباقيين كاريين، باقيين تنقاتلوا مع الزمان. واحد الميساج ثاني بغيت نوصل لكم المشاهدين، انا ما احنا ما تنطلبوش العرس ولا شي حاجه، اللي جات من عند الله مرحبا به. حنا كنطلبوا شي حاجه بسيطه بحال السكن، يدار لينا غير السكن، هذا هو المهم عندي باش نستقر فيه انا والزوج ديالي ووليداتي. حتى انا بغيت ندير وليداتي ويستقروا في السكن ديالي باش ما يتعذبوش لا في الكرا لا في حتى حاجه. شي اللي بغيت نقول لكم، ماشي لا ما طالب الصراحه، ما طالبينش العرس، لا ما طالبينش العرس.
وهادشي اللي بغيت نقول لك. بغيت نسولكم انا ديال واحد الفيديو اللي درتو، واش كانت فيه النمره ديالكم؟ عيط ليكم شي واحد تواصل معكم شي واحد؟ لا الصراحه ما كنتش فيه نمرتي، ما كايناش فيه نمرتي. دار فيديو عادي ما فيش لا النمره لا الحساب ديال الكونت. انا كيما شفت الكومونتيرات شحال ديال الناس، شحال ديال الناس قال لك كيتعاونوا معنا وتعاطفوا معنا، وتنشوف المواصل التراسو العام هذاك السخش، هي في الحقيقه خاصة تكون النمره ديالنا، النمره ديالنا كان شي حدا يتعاطف معنا يتعاطف معنا في النمره ديالنا. التواصل اللي كان في اليوتيوب ديال الناس مع داك الشخص، وجدت الجبادور، وجدت الجبادور بان انا نحضر في العرس، لان كنت على حساب داك الكلام كنت متاكد ان العرس كنت متاكد انا في 100% على هذا على هذا الكتابه. والفنانه هضروا، الفنانه هضروا علينا قال لك مرحبا بكم اقوصى القامه، على هادشي قلت متاكد صافي انا وجد راسي. الصراحه كاينين، وشحال من واحد قال لي راه شفت الصوره ديالكم بلي نتوما خديتو ودخلوا بعد المحسنين، وديك التصاور الصراحه تنشوف في التواصل الاجتماعي، ولكن لحد الان باقي ما حتى واحد ما تواصل معنا، حتى واحد ما جا لعندنا عطاونا، حتى واحد زعما ما شفنا والو من غير عثمان الصراحه. شي اللي غنقول يعني كي تنشروا الصور ديالكم تنشروا بعد الصور بان خدينا وتدخلوا بعد المحسنين، ولكن مازال ما خديناش. شفت انا شي صور اللي وحين في اليوتيوب وفي الفيسبوك ومكتوب عليهم بان الحمد لله تعاونوا معنا المحسنين وهذه، وحنا ما خدينا والو، حنا ما خدينا والو. لو كان خدينا تكون النمره ديالنا ويكون الحساب ديالنا في اليوتيوب ويجيو عباد الله يدقوا علينا. حنا ما كاينش الحساب ديالنا في اليوتيوب، ما كايناش النمره ديالنا في اليوتيوب، كاينه النمره ديال هذاك السيد، السيد اللي جا دارنا فيديو تصور معنا، كاينه النمره ديالو. وانا شفت شحال ديال التصاور، والناس دابا تيشوفوا هذاك الشيء على بالهم حنا خدينا، تيشوفوا بان الحمد لله تعاونوا معنا المحسنين على بالهم دابا حنا خدينا. وشوفوا الناس والله ما خدينا شي حاجه، والله ما كاين شي حاجه، اللي خدا شي حاجه الله يخلصه.